السلام عليكم. اليوم سوف نحلل المعطيات الجديدة فيما يخص صادرات الجزائر خارج المحروقات، واللي حسب يعني التصريح تاع رئيس عبد المجيد تبون أثناء يعني إشرافه على أول مؤتمر للمصدرين الجزائريين، إذن صرح بأنه الجزائر سوف تصل إلى 13 مليار دولار يعني تصدير خارج المحروقات، وهذا في يعني الثلاثي الثالث من السنة تاع 2023، إذن في بعد انتهاء يعني 9 أشهر سوف يصل يعني الرقم إلى 13 مليار دولار خارج المحروقات، بعد ما كانت يعني السنة الماضية وصلت ل 7 مليار دولار، يعني العدد الرقم تضاعف. يعني وكذلك من بين الاقتراحات تاع الرئيس والمخرجات تاع يعني المؤتمر تاع المصدرين الجزائريين اللي اقيم ب استوال يعني بمركز المؤتمرات، فيه يعني قرار بالاسراع في فتح مناطق حرة مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر، وخاصة فيما يخص المواد الفلاحية اللي نعرف أن الصحراء الجزائرية أصبحت سلة غذائية كبيرة، إذن فيه يعني نية لإنشاء مناطق حرة من أجل يعني تصدير هذه المواد الفلاحية نحو موريتانيا ومالي والنيجر، وكذلك يعني بالنسبة إلى إفريقيا، باقي دول إفريقيا فيه نية لفتح خطوط جوية جديدة مع كل العواصم الإفريقية، هذا إضافة إلى يعني كذلك نية بفتح مراكز للعرض دائم في بعض الدول الإفريقية، يديروا إذن معارض دائمة للمنتوجات الجزائرية في قصد التصدير نتاعها نحو دول إفريقية. وكذلك يعني من بعد يعني نعطيكم تحليلات تاع موقع آخر يقول بأنه هذه يعني 13 مليار، وكذلك هنا شوف الموقع هذا يقول بأنه لانكسال، هذه لانكسا هي وكالة للمصدرين الجزائريين اللي يعني صرحت أنه الرقم تاع يعني تاع التصدير تاع خارج المحروقات وصل إلى 13 مليار دولار، وكذلك تقول بأنه سوف يصل في نهاية سنة 2023 إلى 17 مليار دولار لهذه السنة، وكذلك فيه نية كبيرة من المصدرين الجزائريين، هذه يعني على مع واحدة من مخرجات نتاع اللقاء نتاعهم مع رئيس الجمهورية، هو أنه أن الهدف هو أن تصبح الجزائر أول دولة إفريقية في ميدان التصدير، أول دولة مصدرة يعني في جميع الميادين يعني خارج المحروقات. وهنا نشوف بعض ما تصدره الجزائر، ما هي المواد التي تصدرها الجزائر نحو الخارج، نشوف بأنه فيه مواد يعني فيه تطور كبير في تصدير مواد البناء كالحديد، وهنا فيه بعض الأرقام نتاع تصدير الحديد، حيث بلغت صادرات الحديد إلى 577 مليون دولار، يعني بنسبة تطور 64% بالنسبة لعام 2022، وكذلك فيه مواد أخرى، فيه الإسمنت كذلك، يعني فيه كمية صادرات على الإسمنت وصلت إلى 424 مليون دولار، يعني بنسبة تطور
97% مقابلا بما يعني صدرته في 2021. إذن هذه هي زوج يعني المواد، يعني الحديد والإسمنت، وفيه معادن أخرى كذلك، فيه صادرات في ميدان الصلب، يعني مش الحديد تاع البناء، حديد بأنواع أخرى، يعني وصلت صادرات الجزائر إلى 400 مليون دولار، وهذا يخص يعني صادرات تاع مركب توسيالي اللي فيه إذن شراكة مع تركيا، وكذلك فيه مواد أخرى يتم تصديرها كالأجهزة الكهربائية والخشب والفلين، إلى جانب التجهيزات والعتاد والآلات الميكانيكية، حيث قدرت ب 102 مليون دولار كصادرات نحو الخارج مقابل 53 مليون دولار سنة 2021. وكذلك فيه يعني بالإضافة إلى يعني صادرات في ما يخص منتجات أخرى كالمنتجات الغذائية على وكذلك البوكسيت ومواد مختلفة، فضلا عن العصائر يعني البوكسيت ومضافات المواد التحلية التي قدرت ب 9.6 مليون دولار، وكذلك العصائر يعني منتجات أخرى. كل هذه المنتوجات تصدر يعني بصفة يعني أساسية نحو تونس وليبيا وبعض الدول الإفريقية، وكذلك فيه قائمة صادرات خارج المحروقات التطرية. وكذلك يعني إذا تكلمنا على الدول الأوروبية، نرى بأن فرنسا، الجزائر صدرت ما مقداره 700 مليون دولار نحو فرنسا، و 400 دولار نحو إيطاليا، و 264 دولار نحو ألمانيا، وكذلك 400 دولار صادرات نحو الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول أخرى. وهنا نتكلم على الحديد والعجلات السيارات اللي يتم تصديرها نحو الولايات المتحدة الأمريكية، عجلات إيريس، وكذلك الحديد نتاع البناء التي تصدرها توسيالي باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كل هذه هي الجانب تصدير كذلك أدوية، بعض الأدوية باتجاه تونس والأردن والعراق وسوريا، يعني بما مجموله 200 مليون دولار لهذه الدول. إذا هذه هي بعض السلع التي يتم تصديرها، واللي المطلوب الآن يعني تطويرها، و يعني يبازيو على هذه السلع ويزيدوا يطوروا فيها، لأن فيه لدينا أسواق قد يعني قابلة للتطوير. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.